رجعنا لحضراتكم تاني، وعشان وقت الحلقه معانا نجوم انا حبيتهم من اول ما شفتهم. كنت انا وشيماء عثمان ومكمله معانا الحلقه معانا ومجموعه تانيه كبيره من الاعلاميين في شارع المعز. فشفنا مجموعه من الشباب كل الناس ملتفه حواليهم، صوتهم جميل جدا، صوتهم حلو جدا. عشان وقت الحلقه نعرفهم للناس. عمرو كروان. ماشي. في البدايه كده احنا بنتكلم في بدايه الحلقه عن الحب، فبنتكلم برضو على حب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وعلى بيت سيدنا النبي. انا بحب اسمع منكم المدح ولا اقول لكم قبل ما تيجوا. عاوزين نشوف كاميرا او نسمع كاميرا. لا انا عايز اقول الاول ان انتوا هتسمعوا بجد صوت جميل جدا ولازم الناس تهتم بيه، ولازم فعلا نشوف الناس دي قريب جدا في اعمال كتير قوي ان شاء الله. كاميرا كما تشاء. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي جميل وجميل سيدنا النبي وجميل. ما زل الله بل كان نورا، الله الله، تنال الشمس منه والبدور، الله الله، ولا زل الله بل كان نورا، الله الله، تنال الشمس منه والبدور، الله الله، ولم يكن الهدى لولا زهورا، ولم يكن الهدى لولا زهورا، ولم يكن الهدى لولا زهورا، ولم يكن الهدى لولا زهورا. أنار الكون بنور طه قمرون 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 سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، جميل جميلة. أنا مش عارف أقول لكم إيه بجد، يمكن أنا من عاشقين مدح سيدنا النبي وقلبة سيدنا النبي. شيماء عثمان بقى تقول لنا. إحنا لما سمعناكم مش لما غنيتوا معانا، قبل ما تيجوا عندنا كنتوا بتغنوا الصوت اللي شدنا اللي كانت أغنية إيه؟ عشان أنا مش فاكرة حاجة جديدة وأنا مش متابعة الجديد قوي، بس أنتوا كنتوا بتغنوا أغنية أنتوا التلاتة كانت حلوة قوي مع بعض. كنا بنغني إيه؟ اتكلم في المايك، اتكلم في المايك. لا بلاش والنبي النهاردة عيد الحب، بلاش حمزة نمرة. حاجه رومانسيه بقى على ذوقكم، انا موافقه. بلاش حمزه انا موافقه. اللي يعجبكم. ممكن نغني مثلا اسمي لادهم سليمان، احنا بنحب الاغنيه دي. تمام. ايوه احنا عايزين حاجه بتحبوها عشان الناس تستمتع معانا. يلا. على فكره عاوز اسمع كروان. كروان. ايوه طبعا. مش حافظ بس
يفرق في ايه وياكي؟ انا حد عاشق ولقاكي، انا انسان عمري لو الف عام فعني بلايني طفل وبلايكي دفا وأمان. اسمي في ايه وياكي؟ أنا حتى عاشق بلاقيني طفل وبلاقيكي دفا وما وانا عندي لعينيكي كلام ما حدش غيري في الدنيا يقولوا في يوم من الايام ليكي يا ولناس تانية. ولو كل الكلام اتقال عليكي منه معنى كتير معنى في كل الخيال. انا زاد في هواك الشوق وزوادي وانا المعشوق، وانت الشمس ما تغيب تاني تنور الدنيا. وامشي ليك بلاد الله بس بإرادتي غرقتي فيها. انتي زي الأرض تمام وانا من شايلاني وانا عايش حضناني لما بموت منك وليكي بعود منك وليكي بعود. لعينيكي كلام ما حدش غيري في الدنيا يقولوا في يوم من الايام ليكي يا ولناس تانية. ولو كل الكلام اتقال عنيك في غربتي موال اخلى منه معنى كتير معنى بقى كل الخيال. انا زاد في هواك الشوق وزوادي وانا المعشوق، وانت الشمس مهما تغيب تاني تنور الدنيا. وهمشي لك بلاد الله واحكي لكل خلق الله عن سيرة هوا عاشق عن تائب الى حاجه تحفه حاجه جميله. احنا كان نفسنا تطولوا معانا اكتر بس للاسف وقت الحلقه خلص. انتوا جيتوا متاخرين. عمر فعلا انتوا مشروع نجوم كبيره في مصر ان شاء الله. انا عاوز اختم الحلقه بقى خلاص واشكر الزميله المحترمه شيماء عثمان. شكرا يا وائل وشكرا لكل اللي شرفونا النهارده. نانسي المغربي
وكل فريق الاعداد النهارده، بس النهارده يعني يمكن اخر حلقه ليا، او انا هاخد اسبوع شهر اجازه بقى البرنامج مع الناس، وهكمل معاكم اتنين من المذيعين الشاطرين منى حمدي وشيماء عبود، مش عثمان، شيماء عبود، هيكملوا برنامج مع الناس، ومعاهم رئيس تحرير شاطر رانيا صادق. شيماء عثمان عاوزه تتكلم، وهو بيقولوا لي خلاص وقت الحلقه دقيقه خلص. دقيقه نص دقيقه نص دقيقه. الصحه والجمال بتاعتنا حبيبتنا. انا طبعا بس عايزه اقول كل سنه وكل حبايبي طيبين، امي طبعا كل سنه وانتي طيبه، وفاء عشان وعدتك عشان انت وحشتيني قوي، كل الناس الحلوه اللي تعبوا معانا النهارده، مروه صالح اللي جت معايا وتعبت النهارده، وائل عبد الوارث، بجد انا بشكرك جدا عشان انا بحب القناه دي، وانت النهارده يعني دعيتني، وميرسي جدا على دعوتك، وكل سنه وكلكم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر بخير، كل سنه وكل اداره القناه بخير. استاذ وليد تعبناك النهارده، المخرج المحترم ايمي، كل الناس اللي شغاله معانا في الحلقه النهارده، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر كلها بخير. والى اللقاء في الحلقه القادمه مع برنامج مع الناس، مع منى حمدي وشيماء عبود. برافو. السلام عليكم.